ومن الكويت يلتحق بنا موفد الإخبارية عثمان الغامدي. عثمان أهلا بك. عثمان، كما نعلم أنه بالأمس بدأت الجلسة الافتتاحية للمباحثات اليمنية، كيف يبدو مشهد المفاوضات اليمنية والاستعدادات لديك الآن؟ نعم عبد الله، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. نحن تواجد طبعا الآن في وزارة الثقافة أو الإعلام الكويتية في المركز الإعلامي تحديدا، في انتظار عقد المؤتمر الصحفي الذي سيكون فيه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ والمتحدث الرسمي أيضا للأمم المتحدة السيد شربل. بالتالي طبعا ما حدث من يوم أمس من الإجراءات المبدئية في قضية افتتاح الجلسة الأولى بحضور وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وأيضا مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، كانت جلسة افتتاحية عقد بعدها تحت الهواء يعني بعد البث لتلك الكلمتين الرئيسيتين، أربع كلمات، كانت كلمتين لكل من الوفدين اليمنيين الانقلابيين بالتأكيد وفد الحكومة الشرعية. اليوم كان هناك حديث عن محاولات تمت ليلة البارحة، بعض اللقاءات للتقارب وجهات النظر المبدئية والتنسيق في بدء الجلسات التي ستبدأ التشاورات اليمنية فيها اليوم، والتي طبعا بدأت قبل قليل على رأس الساعة 3 عصرا بتوقيت الكويت. الأجندة التي تم الحديث عنها والكلمات التي استهلها تحديدا إسماعيل ولد الشيخ ليلة البارحة كانت هي ضمنية القرار 2216، ولكن كان هناك نوع من التوجس على الأقل من قبل وفد الحكومة الرسمي في قضية أن الحديث عن الخيارات الخمس والبنود الخمس والتي تم الاتفاق عليها مسبقا مع كلا الطرفين أنها ستكون بالتوازي في نظرة هيئة الأمم المتحدة وليست بالتسلسل كما هو معلن في قضية الانسحاب ثم التسليم وعودة الحكومة الشرعية وملف المعتقلين وبدء العملية السياسية من حيث توقفت على مخرجات الحوار الوطني ومبادرة الخليجية. فبالتالي يعني هناك تفاؤل كبير على الأقل من كلا الطرفين وبالذات من وفد الحكومة الذي هو في هذه المهمة تحديدا يبحث عن السلام وهو في وضع قوي، ولكنه بحثه عن السلام من أجل مصلحة الشعب اليمني ومن أجل استقرار. دائما المعروف أن الحكومات هي من تبحث عن السلام، الميليشيات والفصائل هي من تبحث عن عملية التصعيد سواء العسكري أو عدم الاستقرار. بالتالي الحلقة الأضعف كانت على الأقل في المفاوضات هي جماعة الانقلابيين صالح والحوثي، ولكن قدومه على الأقل في قراءة خارطة فيما حدث من الأيام الماضية وكان تحقيق نوع من المكاسب على الأقل أمام داعميهم في الأرض، بالتالي يعني حفظ ماء الوجه نوعا ما. ولكن هناك قراءات واطلاع كبير من المحللين بأنه سيكون هناك خروج بنتائج مهمة جدا، وكما تم الإيضاح بأنها هي الفرصة الأخيرة والتاريخية للخروج من الأزمة اليمنية بحل سلام ويطلق المنطقة تحديدا إلى قضية الاستقرار. ولكن النقطة الأهم طبعا نتحدث عن خروج في حالتين، سيكون الخروج من هذا المؤتمر أو مشاورات السلام اليمنية المعقدة في الكويت برعاية الأمم المتحدة، سيكون هناك خياران لا ثالث لهما، إما الخروج باتفاقية في المشاورات بين وفد الحكومة ووفد الانقلابيين وحل الأزمة اليمنية سياسيا، أو الخروج بقرار وتوقيع أيضا آخر سيكون هو للأمم المتحدة ودول العالم أجمع بسقوط ورقة التوت الأخيرة عن جماعة الانقلابيين وأنهم يذهبون إلى ناحية الحرب، فبالتالي سيكون قرار أممي كامل بالتدخل العسكري وتكون العملية العسكرية في صنعاء. لكن هناك تفاؤل كبير جدا وفيما يبدو على حذر، وسيأخذ وقته في قضية المشاورات التي مفترض أن تظهر إن شاء الله نتائجها الأولية بعد الجلسة المنعقدة حاليا التي هناك تكتم إعلامي كبير عليها، وستظهر نتائجها معنا خلال الساعات القادمة خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي سيعقد الليلة. نعم، كان معنا من الكويت موفد الإخبارية عثمان الغامدي، شكرا جزيلا لك.